المستحيل المستحيل وما لم يكتبه الله لك وليس ما عجزت أنت عنه. لذلك لا تتوقف عن المحاولة. لك أن تتخيل العالم الغيبي. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. الله يعلم ما سيكون لك. لا تتوقف عن الدعاء والأخذ بالأسباب. قل يا رب والله سميع عليم.